يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان، صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أستأنف معكم سلسلة تغطياتي عن مناقب وفضائل شهداء غزوة أحد، واليوم مع الصحابي الأربعين، وهو الصحابي الجليل أبو أسيرة بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه. أبدأ مستعينا بالله فأقول: اسمه ونسبه هو الصحابي الجليل أبو أسيرة بن الحارث ابن علقمة بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه. قال عنه الإمام الواقدي رحمه الله في كتابه المغازي: هو أبو أسيرة. وقال في موضع آخر: أبو هبيرة. والأثبت عنده الأول أي أبو أسيرة، ووافقه في ذلك موسى بن عقبة وابن القداح عليهم رحمة الله، وخالفه غيرهم. ومن قال أنه أبو هبيرة أو أبو أسيرة فاتفقوا على أن مقتله كان في يوم أحد رحمه الله ورضي الله عنه. من أخباره وفضله رضي الله عنه أنه شهد غزوة أحد، هذه الغزوة التي استشهد فيها، وذكر قصته الإمام الواقدي رحمه الله حيث قال: تصارع أبو أسيرة رضي الله عنه مع أحد رجال بني عوف، فحدث من شاهدهما وكأنه يشاهد 70 ضاريين يقفان مرة ويقتتلان مرة أخرى، فعلى أبو أسيرة صاحبه فقتله وذبحه كما تذبح الشاة. ثم أقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم إلى أبي أسيرة فطعنه بالرمح في ظهره، فحدث من شاهده أن سنان الرمح شاهدها وتخرج من صدره رضي الله عنه، فسقط ميتا رحمه الله تعالى. ومن أخباره رضي الله عنه إن صح أنه روى حديث النهي عن الصلاة حين تطلع الشمس، فقد جاء في مسند الإمام أبي يعلى رحمه الله تعالى عن سعيد بن نافع رحمه الله أنه قال: رآني أبو هبيرة أصلي الضحى حين طلعت الشمس، فنهاني وعاب علي ذلك، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا حين تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. ويرد على الحديث السابق بأن سعيد رحمه الله من التابعين لم يدرك من قتل بأحد، فقوله رآني أبو هبيرة فيه نظر، فإن كان غير الذي قتل في أحد وإلا فالحديث منقطع، وهذا خلط من ابن الأثير رحمه الله كما قال ابن حجر في كتابه الإصابة، والله تعالى أعلم. فرحم الله أبا أسيرة ورحم الله الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا نقول إلا ما قاله الله عز وجل في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم وما بدلوا تبديلا.